السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هنتعلم ازاي نحل كل مشاكل الفلاشة او الكارت الميموري بتاعك لو حصل فيه اي مشكلة. لو انت حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. الخطوة الاولانية ان انا هفتح المتصفح بتاعي واجي في خانة البحث اللي موجودة فوق ديت، هضع فيها الرابط اللي انا ان شاء الله هتركه لك في قلب صندوق الوصف عشان نحمل البرنامج بتاعنا. طبعا البرنامج اسمه مالفا ستايل، تمام كده. هيفتح معايا على طول رابط التحميل. كل اللي انا هعمله هضغط على السهم المنسدل ده واعمل على تنزيل. هنتظر لحظات بسيطة يظهر معايا ملف التحميل بتاع البرنامج. طبعا المطلوب منك ان انت ما تقدمش الفيديو ولا تجريه عشان تعرف الخطوات وما يحصلش معاك اي مشكلة بعد كده ترجع تقول انا معرفتش انزل البرنامج او معرفتش احمله. زي ما حضرتك شايف كده برنامج ظهر معايا، هو عبارة عن 3 ميجا. هبدأ اعمل له عملية التحميل. زي ما حضرتك شايف كده الموضوع بسيط، اتحمل في منتهى البساطة. هدخل اجيبه طبعا من المكان اللي اتحمل فيه واحطه على سطح المكتب، تمام كده. طبعا هو ملف مضغوط، الملف المضغوط اهو، هاخده قص حطه على سطح المكتب، تمام. هعمل له لصق، هو بيقول لي اعمل استبدال طبعا لان انا كنت حاطط قبل كده نسخه منه على جهاز الكمبيوتر بتاعي. هعمل له فك ضغط والاستخراج الى هنا، تمام كده. هبدا اعمل له عمليه استطاب عادي خالص، تبدا عمليه الاستطاب بتاع البرنامج، تمام. هقول له نيكست انستول، هقول له نعم، تمام كده. بكده انتهينا من تسطيب البرنامج. طبعا هدخل على قائمه ابدا، هلاقي البرنامج موجود هنا فوق اللي هو ديسك ريبير، هضغط عليه عشان اشغله، اقول له نعم، تمام كده. هو هنا بيقول لي ان هو عشان البرنامج يشتغل لازم انت تنزل ميزة معينة من مايكروسوفت. هضغط انا على التنزيل، تمام كده. هو هنا يبدأ يعمل عملية تنزيل الملفات اللي البرنامج محتاجها. كل اللي مطلوب منك ان انت في الوقت ده تنتظر لحد ما الملفات دي يتم تحميلها على جهاز الكمبيوتر بتاعك. طبعا بعد ما نزلنا الملفات هيبدأ تثبيتها على جهاز الكمبيوتر. كل اللي عليك ان انت تنتظر لحد ما ينتهي التثبيت عشان البرنامج يشتغل معاك بكفاءة بدون اي مشكلة. زي ما حضرتك شايف كده عملية التثبيت شغالة على جهاز الكمبيوتر بتاعي، هنتظر لحد ما تنتهي. طبعا زي ما حضرتك شايف كده بيقول لي تم تثبيت الميزة بنجاح. هضغط طبعا على اغلاق، تمام كده اهوت. هرجع مرة تانية بقى للبرنامج، حاول ان انا اشغله، نجيبه برضو من قائمة ابدأ، تمام كده. هضغط عليها الايقونة تحته، اقول له نعم، تمام، وانتظر لحد ما البرنامج يفتح معايا. لحظات بسيطة والبرنامج هيشتغل معاك. زي ما حضرتك شايف كده البرنامج فتح معايا. طبعا في الوقت ده هو حضرتك هتكون مجهز اللي هو الفلاش ميموري بتاعك. هضغط طبعا هنا على لا، مفيش اي مشكلة خالص. تكون مجهز الفلاش ميموري بتاعك، تبدأ وصله بجهاز الكمبيوتر بتاعك. تبدأ تختار هنا اللي هو يو اس بي اونلي، تمام كده. هو هنا طبعا بيقول لك سيلكت، يعني انت عايز تشتغل على انيو. زي ما حضرتك شايف كده هو ظهر الهارد ديسك بتاعي، انا عندي هاردين ديسك، تمام كده. في هارد ديسك عليه الداتا، وفي هارد ديسك اللي هو عليه النظام، وفي اليو اس بي. فانت طبعا عشان ما يحصلش معاك اي مشكله احسن تعمل تشتغل على الهارد ديسك بتاعك وهو عليه داتا ممكن يحصل فيه مشكله، فانت تختار يو اس بي اونلي، تمام كده. وتبدا تختار فيظهر معاك على طول الفلاشه. زي ما حضرتك شايف كده الفلاشه بتاعتي ظهرت، كل التفاصيل بتاعتها والسيريال نمبر والسوفت وير اللي موجود عليها ظهر. كل اللي انت هتعمله لو الفلاشة بتاعتك ما ظهرتش هتضغط على ريفرش، تمام كده. وبعد كده ترجع تاخد تاني اللي هي الفلاشة، تبدأ تشتغل معاك مفيش أي مشكلة خالص. طيب هنبدأ أول خطوة في الإصلاح إن إحنا نعمل تشيك على الفلاشة. هتضغط على اللي هو الخيار الأولاني ده اللي هو شيك ديسك، تمام كده اهوت. وهقول له أوكي، تمام كده اهوت. وهننتظر مع بعض، تمام كده. زي ما حضرتك شفت نبدأ ناخد الخيار التاني اللي هو ديسك بارت، تمام كده اهوت. هضغط عليه وهنتظر برضو لحين الانتهاء، وابدا اضغط على اوكي، تمام كده. هيبدا يعمل لي هو سوفت وير للفلاشه ويمسحها، ولو كان فيها اي مشكله هيحلها بمنتهى البساطه واليسر.
كل اللي انت مطلوب منك في الوقت دوت ان انت تنتظر لحديت ما البرنامج ينتهي من اداء المهمه بتاعته في اصلاح الفلاشه او اي مشكله هتقابله فيها هيصلحها. زي ما حضرتك شايف هو بيقول لي ان الديسك تم اصلاحه بنجاح. لو انت حضرتك قريت الرساله دي ديسك ريبير بنجاح، هقول له كلوز تمام كده، هقول له اوكي، هبدا ادخل على اللي هو ماي كمبيوتر ونشوف الفلاشه بتاعتنا. زي ما حضرتك شايف كده محرك الاقراص بتاعي اهو، ولو لاحظت حضرتك هتلاقي المساحه بتاعته مقريه كامله. المشكله اللي كانت فيه تم حلها، هو 14 جيجا و3 من عشرة، وهنا برضو المساحة اللي باينة 14 جيجا و3 من عشرة. يعني معنى كده ان البرنامج حل المشكلة اللي كانت موجودة على الفلاشة، ان هي ممكن ما تكونش بتفتح او ما بتقراش او ان هو ما بيقراش المساحة بتاعتها بالكامل. هنفتح مع بعض ونشوف الفلاشة بتاعتنا من جوه. زي ما حضرتك شايف كده فتحت ما فيهاش اي مشكلة، وهنا البرنامج ترك لينا ملف هنفتحه ونقرا ايه اللي موجود فيه. زي ما حضرتك شايف كده بيقول لي في الملف ده ان هو تمت عملية الاصلاح للفلاشة بتاعتك بنجاح. يعني هو كده المشكلة اللي كانت موجودة في الفلاشة هو انهاها واصلحها بمنتهى البساطة. تمام كده اهوت. هو بيدعوك ان انت تزور طبعا الموقع بتاع البرنامج. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنسناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة، لأن ده بيدعمنا كتير وبيحفزنا إن احنا نقدم لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.